الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولن أنا لا أتدخل في السياسات الخارجية المملكة العربية السعودية من حيث السياسة لا تعنيني في شيء، لكن قتل العلماء يعنيني، يعنيني مباشرة ويعني كل مسلم. فأنا أعلم ويعلم العالم ويعلم النصارى واليهود قبل المسلمين، وتعلم أمريكا ويعلم ترامب ويعلم الفرنسيون ويعلم الألمان أن هؤلاء الدكاترة هؤلاء العلماء سلمان العودة والقرني والشاب الآخر لا علاقة لهم لا بتطرف ولا بغلو ولا بتكفير ولا بتفجير ولا بتنظير للخروج على الحاكم. في كتاباتهم، في أدبياتهم، في محاضراتهم، في كل ما يتحرك من شأنهم لا علاقة لهم بالتكفير ولا بالتطرف ولا بالإرهاب. هذه التهمة ديال الإرهاب سبحان الله مبتذلة وتبعث على الغثيان، رائحتها قذرة. كل من أراد أن يتخلص من خصم أو من شخص يرميه بالتطرف. والحال كما ترى في مصر وكما ترى في الإمارات وكما يعني شيء مقزز حقيقة. فإذا أعدم هؤلاء لا قدر الله، وأنا أسأل الله عز وجل وأرجو من القيادة في المملكة السعودية ألا تركب رأسها وألا تسير في هذا المنحى القبيح جدا، سوف يكون وصمة عار على جبينها إلى يوم الدين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا هو كتاب الله. فليس هناك اعتقال مشروع وليست هناك محاكمة مشروع. تعزير، يقولون الحكم عليهم بالإعدام تعزيرا، أين يوجد في دين الإسلام تعزير؟ عند الإمام مالك على 10 جلدات، ما فيش أكثر من 10 الجلدات الفوق ما كاينش إلا اللهم إلا في الحد، لا يوجد تعزير فيه القتل. تعزيرا قتل، ده شيء. والله لو قتلوهم لكانوا جاءوا بأبشع من قتل الخاشق جبل منشار، والله لكان فعلهم هذا أشد. فأن تقتل مؤمنا بريئا بالباطل خطير، أن تقتل عالما داعيا إلى الله ما كاينش الرحمة. سلمان العودة عاد فقد مرته وولده ولا بنته في حادثة سير، ما كملش عام ديته للحبس، خلى الوليدات الصغار على برا، ما كاينش الرحمة، بنيته صغيرة، الوليد صغير، تريدون إعدامه من أجل ماذا؟ من أجل أنه قال تغرد العصافير أو ما نعرف شنو قال، واش غيقول كاع؟ شنو كاع عنده في هذا الكتب اللي غادي يقول؟ حتى تجيبوا أنت وتعطيه وتحكم عليه بالإعدام وتمارس عليه أبشع ألوان التعذيب. إذن ما يهم السياسة السعودية لكن